السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس آفاق التعليمية، أهلا بكم في الدرس العاشر من دروس مادة الحاسب الآلي، والذي سنتعلم فيه إن شاء الله كيفية رسم الخط المستقيم في برنامج الرسام. هذا الدرس ضمن الوحدة الخامسة من منهج الصف الثاني في مادة الحاسب الآلي. ننتقل إن شاء الله لهذا الدرس والذي يهدف إلى كيفية استخدام الخط المستقيم في الرسم داخل برنامج الرسام. تجدون هذا الدرس في صفحة 78 من كتاب المقرر. كيفية استخدام الخط المستقيم، عشان نعرف ذلك نبدأ الأول نشرح على برنامج الرسام، وإحنا بنفتحه بالطريقة اللي إحنا تعلمناها قبل كده. الخط المستقيم هذا هو الخط المستقيم، أما الخط المنحني فهذا هو الخط المنحني. كيف استخدم الخط المستقيم في الرسم داخل برنامج الرسام؟ انك ببساطة تروح لمجموعة الاشكال ثم تضغط على الخط المستقيم. هنا هذه اول خطوة اضغط عليه بالزر الايسر للفأرة، ثم الخطوة الثانية احدد حجم الخط، هل انت عايزه خط رفيع ولا وسط ولا كبير جدا. اختار مثلا الحجم المناسب، وبعدين هبدأ اختار اللون، لو انت عايز اللون اسود او اصفر او اخضر او ايا كان، وبعدين هاجي في مساحة الرسم وأبدأ أرسم عن طريق إن أنا أضغط بالزر الأيسر وأفضل ضاغط عليه، وبعدين أبدأ أتحرك. هذه بنسميها خاصية الضغط مع السحب، أو السحب مع استمرار الضغط. هذا خط مستقيم لو أنا عايز أرسم الخط، ولكن بالوضع الأفقي. لو أنا عايز أرسم خط مستقيم بالوضع الرأسي بضغط بالشكل هذا وأرسم. عايز ارسم الخط بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه، هذا الاتجاه، ايا كان الاتجاه اللي انت تحتاجه. طيب هذا بالنسبة للخط المستقيم، فهو بيشرح هنا بيقول ان اول خطوة في رسم خطوات الخط المستقيم اختار اداة الخط المستقيم، ثم حدد الحجم، ثم اختار التلوين، وبعد ذلك اضغط بزر الفأرة في المكان اللي انا عايز ارسم فيه. ومعطيك بعض الامثلة وبعض الرسومات اللي هي ممكن من خلالها او فيها تستخدم الخط المستقيم. ثم انتقل بعد ذلك في الدرس الى الخط المنحني، وبدأ يشرح ان نفس الخطوات هي اختيار الخط المنحني، ثم اختيار الحجم، ثم اختيار اللون بهذه الكيفية. انا لو عايز ارسم خط منحني هروح الى مجموعة الاشكال، ثم هضغط على الخط المنحني بهذا الشكل، وابدأ اختار الحجم اللي انا عايزه، ثم اختار اللون، وابدأ ارسم اللون اللي انا عايزه، الشكل اللي انا عايزه عن طريق ايه. اولا لازم تحدد فين نقطة البداية ونقطة النهاية. نقطة البداية هنا ونقطة النهاية هنا، خلاص. طيب بعدين تعالى في الوسط او في الجزء اللي انت عايز تخلي خط فيه منحني، واضغط بالزر الايسر وافضل معلق عليه، او اضغط بالزر الايسر وخليك ثابت عليه، ثم تحرك بالخط حتى تكون الشكل اللي انت عايزه. مثلا عايز الشكل يكون بهذا الشكل، واضغط بعد كده في اي مكان فارغ. ثم عايز ارسم رسم تاني مثلا، اضغط هنا وبعدين احدد نقطة البداية واتحرك الى نقطة النهاية، ثم اجي في الوسط، وبعدين ابدأ احرك الشكل زي ما انا عايز مثلا بهذا الشكل. تمام، هذا الخط الخط المنحني. طيب الان اللي بعد كده هو شارح او ذاكر ان في أمثلة ممكن نطبقها على هذا الدرس في التدريبات. في التدريبات بيقول أقوم باستخدام الخط المنحني في رسم جبل على برنامج الرسام. جبل أو مثلا شكل مروج خضراء، أو مثلا أشجار، أو أيا كان، عن طريق الرسم الخط المنحني. ولكن قبل ما نبدأ التطبيق العملي خلينا نجاوب على السؤال الثاني في هذا التدريب، وهو اختار نوع الخط المستخدم في رسم الجبل. فين الخط المستخدم هنا؟ هل هو منحني ولا خط حر؟ طبعا الخط المستخدم هنا هو هو خط منحني. تعال نقوم بالتدريب العملي او التطبيق العملي في برنامج الرسام. هنفتح صفحة جديدة خالص، صفحة فارغة من هذه من برنامج الرسام، عن طريق ان انا اضغط ملف ثم جديد. طبعا هو بيسألك هنا التغييرات اللي انت عملتها في هذه الصفحة انت محتاج تحفظها. طبعا هذه كانت مجموعة تجربة فقط،
هضغط على عدم حفظ، هيفتح صفحة فارغة عندي وهبدأ أرسم. هو قال لي أرسم جبل، طيب الجبل زي ما في الصورة عندنا دوت بيتكون إزاي؟ أولا هرسم خط مستقيم كقاعدة عندي، هذا خط مستقيم تمام، وبعدين هبدأ أرسم الخطوط المنحنية هذه. هرسمها إزاي؟ هبدأ أمسك الخط المنحني بهذا الشكل وأبدأ من خط البداية. فين خط البداية؟ هنا مثلا، وأرسم هذا الخط كده إلى هذه المنطقة مثلا. طيب وبعدين هبدأ أرفع هذا الخط بهذا الشكل. طيب بعدين تأكد، هذا طبعا في أي مكان فارغ عشان يجيني هذا الشكل، وأبدأ أحرك الشكل على الخط. ليه بحركه على الخط؟ علشان لما أجي أعمل تعبئة أقدر ألون هذا الجزء. طيب هرسم خط تاني منحني هنا مثلا، هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية. بعدين هبدأ أرفع هذا الجبل بهذا الشكل وأضع في أي مكان فارغ، ثم أنزل هذا الشكل على الخط المستقيم. هبدأ أرسم مرة ثالثة بشكل أخير، هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية تمام، وبعدين أمسك الخط من الوسط وأرفع الشكل أو الخط بهذا الشكل وأضع في أي مكان فارغ، ثم أنزل الشكل عندي على الخط المستقيم. وصار دلوقتي أضع في مكان فاضي، صار عندي شكل اللي هو إيه؟ التلال أو الجبال هذه. آخر خطوة هبدأ ألون هذا الشكل، أختار اللون اللي أنا عايزه عن طريق الضغط على زر التعبئة، ثم أختار اللون وأضغط داخل الشكل بهذه الطريقة. وكده انتهى الدرس بتاعنا، الدرس العاشر. أتمنى منكم يا شباب إنكم تحلوا الواجبات في كتاب المقرر عليكم، ثم في برنامج الرسام قوموا بتطبيق هذا الواجب العملي في برنامج الرسام، وقوموا بحفظ الأعمال بتاعتكم. وطبعا طريقة الحفظ عن طريق إن أنا أضغط ملف ثم حفظ، وبعدين أختار سطح المكتب، وبعدين هنا أكتب اسم لهذه الرسمة وليكن مثلا الجبل، وبعدين أضغط على حفظ. بعد ما تحفظ أعمالكم أو الرسومات بتاعتكم ارسلوها لنا على كلاسيرا أو ارسلوها لنا على جروبات أولياء الأمور. إن شاء الله هنعرض هذه الرسومات وهنعلن كمان عن أفضل رسمة من ضمن هذه الرسومات. جزاكم الله خير وأتمنى لكم يوما سعيدا. مع السلامة.